بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. من امبارح واحنا بنسمع الدولار هيبقى ب 25 جنيه، والذهب هيبقى ب 1500 جنيه. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ يعني لو انا معايا دولار بسرعه اروح اتخلص منه، ولو انا معايا ذهب بسرعه برضه اروح ابيعه، ولا الحق اشتري الحاجات دي، ولا كل ده كلام ومش هيحصل من ده كله اي حاجه؟ وايه الكلام اللي قاله رئيس الوزراء امبارح خلى الناس تقول كده؟ هقول لحضرتك كل البيانات دي دلوقتي وكل التحليلات دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. اول حاجة انا قلت لحضراتكم امبارح انه هيظهر بيان رئيس الوزراء او مؤتمر رئيس الوزراء في نهاية اليوم، هيقول لنا ايه اللي تم انجازه من برنامج الطروحات الحكومية. واللي ما يعرفش ايه هو برنامج الطروحات الحكومية ده، الامل الاخير لمصر عشان تحل مشكلتها من الدولار. ده بيتمثل فيه بيع 32 شركة وبنك في 17 قطاع، منهم قطاعات داخلة مملوكة للجيش، شركات كانت مملوكة للدولة المفروض ان هي هتتباع لمستثمر استراتيجي او مستثمر اجنبي، ايا كان مستثمر مصري مستثمر خارجي استراتيجي، ايا كان اي حد هيدفع الفلوس بالدولار هيشتري، ما فيش اي مشكلة. هتقول لي دي بيع اصول مصر والكلام ده كله، انا مش بكلم حضرتك في انه ده صح او ده غلط، انا بكلم حضرتك في اللي بيحصل على ارض الواقع واللي اعلن عنه رئيس الوزراء، واللي قال لنا ان ده اخر امل لسد الفجوه الدولاريه وتدبير الاحتياطي لمصر، او انه يكون عندها زياده في الاحتياطي من الدولار الامريكي. امبارح رئيس الوزراء قال لنا انه تم انجاز بيع بعض من الشركات، يتمثل في 5 او 6 شركات كبار جدا بقيمة كام اللي تم تحصيله، مش دي القيمة الكاملة للشركات، ولكن ما تم تحصيله 1.9 مليار دولار كلهم بالدولار. للأسف لا، كان في جزء كبير جدا من البيع كان تقريبا 1.065 مليار، دول كانوا بالجنيه المصري، هو ده الواقع، ولكن القيمة كلها 1.9 مليار دولار. طيب المتحدث باسم رئاسة الوزراء قال لنا انه تم التفاوض مع صندوق النقد الدولي على القرض. ايه القصة بقى؟ ازاي هو دلوقتي بيسد الفجوة الدولارية عشان خاطر ما يلجأش للقرض، وازاي المتحدث باسم رئاسة الوزراء في نفس البيان الصحفي او في نفس المؤتمر يقول لنا كده؟ انا قلت لحضراتكم انه كده كده التعويم هيحصل. يعني ايه التعويم هيحصل؟ قلت لحضراتكم كتير جدا وناس كتيره جدا قالت ان الرئيس لا قال مفيش تعويم والكلام ده كله. انا قلت لحضرتك الرئيس ما قالش مفيش تعويم، قال انه الدولار مش هيوصل لقيمه ال 100 جنيه، ولكن عندنا مرونه سعر صرف وتحرير لسعر الصرف اللي مرتبط بيه اللي حضرتك بتعمله دلوقتي واللي تم الاعلان عنه امبارح. اللي تم الاعلان عنه امبارح دي خطوه في طريق التعويم. ليه؟ لانه اصلا حضرتك ماضي على الكلام ده، وانت اللي كاتبه كبرنامج للاصلاح الاقتصادي بيتمثل في 3 نقط زي ما قلت لحضراتكم كتير قبل كده: رفع الدعم عن المحروقات، وده احنا شفناه، والتعويم وبيع الشركات. حضرتك دلوقتي ماشي في نفس الطريق، كمان رسميا من داخل البنوك يعتبر التعويم بالفعل حصل. طيب ليه؟ انا قلت لحضراتكم من كام يوم ان الدولار بقى ب 35 جنيه داخل البنك، ولكن قلت لحضرتك ب 35 جنيه للمستورد والمستثمر لو عايز يروح ياخد دولار، لكن لو حضرتك عايز تروح تبيع له دولار هيبيعه هياخده من حضرتك ب 31 جنيه. طيب امبارح بقى دكتور وائل النحاس قال رسميا على قناة بلومبرج الشرق، اعلن انه داخل البنوك هناك تعويم يحدث بالفعل. ليه؟ لانه البنك بيشترط على حضرتك كمستثمر او مستورد في فتح الحساب انه حضرتك بتضيف 10% على السعر الرسمي للدولار و5% خدمات. ال10% وال5% هنحطهم على ال31، يطلع معاك 35 جنيه رسميا داخل البنوك سعر الدولار، ولكن لم يتم الاعلان رسميا عن على التعويم حتى الان. انا قلت لحضرتك انه بيلف من الدولار من الناحيه الثانيه، او بيلف للسوق السوداء من الناحيه الثانيه زي لعبه القط والفار، هو ما عملوش تعويم، ولكن هو بيحاول يوفر الدولار بالقيمة دي للمستورد، وطبعا المستورد كده عنده أفضل مليون مرة من السوق السوداء. السوق السوداء النهاردة مستقرة على 38 جنيه و39 جنيه، لسه منتظرة أخبار وبيانات جديدة ومعلومات جديدة. فالمستورد لما تقول له روح هات من البنك ب 35 جنيه هيبقى سعيد جدا جدا، وهيبقى أفضل ليه طبعا مليون مرة من السوق السوداء، وكده يبقى هو بياخد خطوة ناحية أنه يقضي على السوق السوداء. ده طبعا قبل التعويم، لانه بمجرد ما هيضخ الفلوس اللي جات له دي دلوقتي في البنوك ال 1.9 مليار دولار
هيتم القضاء على الجزء المتبقي من السوق السوداء. تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعد كده، هل بالفعل الدولار هيوصل 25 جنيه وهشوف الذهب ب 1500 جنيه؟ الذهب هجاوب على حضرتك عنه في حلقات الذهب، لكن تعالوا نشوف الدولار اللي هيبقى ب 25 جنيه. تعال الاول شوف هو التزامات حضرتك كام اصلا. التزامات حضرتك على مدار ال3 سنوات القادمة عايز 70 مليار دولار. المفروض هتدبر منهم 88 مليار دولار من الصادرات، 20 مليار دولار سياحة، 45 مليار دولار تحويلات المصريين من الخارج اللي للأسف خلاص ما بقتش موجودة وعمرها ما هتبقى موجودة غير لما يكون الدولار في البنك المركزي زي السوق السوداء، 17 مليار دولار قناة السويس ودي تعتبر حققت منهم جزء كبير جدا جدا جدا، 13 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة و9 مليار دولار إيرادات وخدمات. طيب هل دول مطلوبين مني السنة دي؟ هقول لحضرتك لا، السنة اللي احنا فيها دي مطلوب من حضرتك 20 مليار دولار لازم تسددهم قبل النص الأخير من 2023. وزير المالية أعلن شيء واحد امبارح انه هيحاول يقلل الفاتورة الاستيرادية في الأيام اللي جاية وهيحاول انه يدبر كمان 1 مليار دولار غير 1.9 مليار دولار، يبقى المجمل كله لسه ما وصلناش للتلاتة مليار دولار. ازاي عايز تقول لي ان الدولار هيوصل 25 جنيه وكانه حضرتك بقى عندك ال 70 مليار دولار كلهم؟ طبعا لسه المشكله قائمه زي ما هي، نعتبر ما عملناش حاجه. اللي تم انجازه ده شيء كويس جدا جدا، لكن المشكله اكبر من كده بكتير. زي ما قال الاعلامي عمرو اديب مرتين قبل كده، المشكله اكبر من كده بكتير وعايزه سنين لحلها، وزي ما قالت لميس الحديدي محتاجين لحد نهايات 2026. للاسف مكمله معانا مشكله شح الدولار. ومش دول الاعلاميين بس اللي قالوا لنا، لكن احنا عندنا كمان امبارح رئيس الوزراء وفي نفس المؤتمر وكمان وزير الماليه قال لنا انه الازمه مطوله شويه، وكلنا عارفين بالفعل ان هي هتطول شويه، واللي هيصعبها اكتر للاسف توقعات بقيمه 90% برفع اسعار الفايده من الفيدرالي الامريكي. ده طبعا هيضطر البنك المركزي لرفع اسعار الفايده عندنا هنا في مصر وارتفاع جديد للتضخم بعد ما وصلنا في ارقام غير مسبوقه 41%. اللي تم امبارح ممكن يهدي الدنيا شويتين ثلاثة، وممكن السوق السوداء تكون منتظرة عشان خاطر تشوف ايه اللي هيتم انجازه من البنك المركزي. البنك المركزي عنده مهمة صعبة جدا جدا، كافح فيها كتير جدا الشهور الماضية عشان خاطر يقدر يحافظ على قيمة الجنيه المصري وما يرفعش قيمة الدولار امام الجنيه المصري فيهلكوا المصريين. ولكن دلوقتي المهمة اصعب بكتير جدا، المطلوب كتير جدا واللي تم تدبيره قليل جدا بالنسبة للفجوة الاستيرادية. الاستيراد بدأنا نشوف انه بيتم تقليل الفاتورة الاستيرادية عن طريق ايه؟ عن طريق انه حضرتك ما تستوردش شيء ملوش لازمة. دلوقتي الدولار بكام؟ الدولار بقى دلوقتي نفس القصة، عندنا ثبات في استقرار او ثبات واستقرار في السوق السوداء ما بين ال 38 لل 38 وربع، عندنا تعويم رسمي وتعويم خفي. تعويم رسمي البنوك خلاص تعتبر كده بتتعامل على ال 35 جنيه للمستورد والمستهلك اللي بيروح ياخد علشان خاطر هيستورد سلع اساسيه ما فيهاش اي سلع رفاهيات. وعندنا تعويم خفي في كل السلع المصريه، حديد مسعر 45، ذهب مسعر 45 او 40 او 43، سيارات مسعره ما شاء الله بقت ب 60، بقت ارقام فلكيه ما حدش يتخيل ابدا 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 انه يسمعها. وامبارح اخيرا سمعنا انه البنك المركزي هيبدا يحل مشكله تحويلات المصريين من الخارج. انا قلت لحضراتكم الكلام ده كحل من حوالي اكتر من شهر، قلت لحضرتك الحل الوحيد انك تعمل له شهادة دولارية محترمة بعائد محترم هيحطها وياخد فلوسه بعد كده بالدولار، يعني هيصرف العائد بتاعه بالدولار وهياخد فلوسه بالدولار. بالفعل بدأ البنك المركزي هيطرح الشهادات دي في اليومين اللي جايين، وفي الحلقات بتاعة البنوك هقول لحضراتكم النهاردة على مواصفات الشهادة. هتكون حلوة جدا ليه؟ للي راجع من بره او التحويلات المصريين من الخارج. هو هيشيل فلوسه بالدولار، مش هيحتاج انه يحولها في مصر ولا انه يشيلها ولا انه يبقى ملاحق امنيا ولا الكلام ده كله، هيروح يحطها في البنك وياخد عليها عائد بالدولار، الدولار هيجيب دولار وكمان الدولار بيزيد كده كده بيزيد. ولما اجي استرد فلوسي في اي وقت هاخدها بالدولار، حبيت بقى اغيرها سوق سودا اغيرها في السوق الرسمي، بقى في تعويم ما فيش تعويم، بقى انا كده كسبان في كل حاجه. هو ده كل اللي حصل امبارح بالليل اللي تم الاعلان عنه، انا قلته لحضرتك واللي ممكن يحصل ان شاء الله في الايام اللي جايه قلت لحضرتك. ايوه هنشوف قضاء شويه على السوق السوداء، او هتاخد استراحه محارب شويه،
هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، هل بالفعل السوق السوداء هتفتقر للمعلومات ولا هتجمع معلومات وهترجع تستعيد قوتها تاني وتوصل لمستويات غير مسبوقة زي ما شفنا قبل كده. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، استفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة، ويا ريت لو حضراتكم استفدتوا ولو بمعلومة واحدة ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، واشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.